نقوم الآن بما يلي: نذهب إلى كريات، ونذهب إلى فورم، نذهب إلى فورم، فورم ديزاين. من خلال هذا الفورم نقوم بإنشاء أزرار لتفتح لنا كل العمليات أو كل النوافذ التي قمنا بإنشائها. لدينا النماذج ولدينا التقارير. طبعا ليس كل النماذج نحفظ، نسميه FRM main. لاحظوا معي الآن، هذا FRM main سوف يظهر لي كل الأزرار التي أريدها. قم بإضافة زر هنا بهذه البساطة، عفوا زر هنا، وأتأكد من أنني، لاحظوا هنا، Use Control Wizard، أنني أستخدم المعالج. أوكي، قم باستخدام الزر هنا. لاحظوا، يقول لي ما هو الأمر الذي تريده. أنا أريد عمليات الفورم. أوكي، أختار Open Form. Next، ما هو الفورم الذي تريد أن تفتحه؟ أنا أريد بداية FRM Category. أوكي، Next، Next، أعطي تسمية لهذا الفورم، التصنيفات، Next، أعطيه Command 1 كتسمية برمجية. لاحظوا، هذا هو. Control B لنجعله Bold، التصنيفات. الآن أكبر هذا الزر قليلا، Control C، Control V، أنسخه مرة ثانية. لاحظوا، أجعل هذه العناصر من Arrange Stacked، متطابقة تحت بعضها البعض. أقوم بالنسخ. لاحظوا، هكذا. الآن هذا التصنيفات، هذا أريده أن يفتح لي. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا التصنيفات ولدينا الزبائن. لاحظوا هنا لدينا الزبائن، أستطيع إضافة الزبون أو المورد، نسميه هنا نقرتين، الزبائن والموردين. نذهب إلى Event. لاحظوا، On Click أي عند النقر، قم بتنفيذ الحدث التالي. هنا يوجد حدث مسبق نسخناه أيضا مع الزر. لاحظوا، تفتح هذه نافذة الماكرو، نافذة الماكروز. هذه النافذة هي عبارة عن واجهة برمجية إلى حد ما، لكن واجهة برمجة مرئية، تمام؟ من خلالها يعطيك خيارات، وكل خيار له مجموعة من الخصائص. مثلا الخيار Open Form له هذه الخصائص. Open Form، ما هو النموذج الذي تريد فتحه؟ أختار FRM Custom. أوكي، الفيو، طريقة العرض الفيو فورم، لا داعي لتغيير أي شيء هنا، فقط الـ FRM Custom. نحن في المرحلة الابتدائية الآن. أوكي، أقوم بإغلاق النموذج. الآن التصنيفات أقوم بتغييره، ما الذي أريد أن نسميه؟ المواد. ممتاز. الآن أوكي، الزبائن، المواد تحت التصنيفات مباشرة. الآن بذات الطريقة أذهب إلى On Click، فنفرض أن هذا غير موجود، وهنا لمحة عن الأكواد الخاصة بالـ VBA. On Click، لاحظوا معي الآن، أقول له Event Procedure، تمام، وأقر هذه الأزرار الثلاثة، فتظهر لي هذه اللوحة. في هذه اللوحة نتعرف على الـ VBA Code، أو محرر الأكواد الخاص ببرامج مايكروسوفت أكسس. هنا لدي في هذه النافذة استكشاف للعناصر. لاحظوا، لدي Form Main، أنا في Form Main، هذه الأيقونة تحوي كل الأكواد الخاصة بالForm Main. طبعا عند التعمق في الأكواد سوف تجدونها ممتلئة تماما، في حال كان برنامجكم طبعا معتمدا على الأكواد. لكي أقوم بفتح النموذج أقوم بعمل ما يلي: أقول له
دو سي ام دي هي تعتمد على الأوامر وغالبها حفظ بشكل تام. دو سي ام دي نقطة، أقول له open form، تقوم بذات عمل الماكرو، ما هو النموذج الذي تريد فتحه؟ بين تنصيصين أقول له FRM items I think. okay. لاحظ هنا FRM items ذات التسمية، ممتاز. أحفظ وأغلق، لن تحتاجوا أكثر من ذلك عن الـ VBA code. وأقول لكم أن أكواد الـ VBA متشعبة وتحتاج إلى كورس كامل، ولن نتخطى كل ما فيها، فقط نقوم بأخذ ما يمكن أن نستفيد منه. للتعمق حول أكثر حول هذا أو حول الـ VBA code، يوجد كورس باسم مساقات للمحاسبة باستخدام أكواد الـ Visual Basic أو الـ VBA، تستطيعون تصفحه من خلال قناتي على اليوتيوب، من خلال الدخول إلى البلاي ليست والنقر على البلاي ليست الخاصة بمساقات للمحاسبة. كل الأكواد أو كل هذا البرنامج تم إنشاؤه من خلال الأكواد. ننتقل الآن إلى التنفيذ لنرى. عند التنفيذ هذا لاحظوا تصنيفات، يفتح التصنيفات، المواد يفتح المواد، هذا قمنا بإنشائه من خلال الماكرو، وهذا قمنا بإنشائه من خلال الـ VBA كود، قاموا بنفس العمل، لا مشكلة. الزبائن والموردين، ممتاز. أقوم فقط بتنسيق بعض الأمور بالنسبة لهذا الفورم، أجعله بوباب، أسميه برنامج محاسبي البسيط بهذا الشكل. لاحظوا سوف يظهر بهذه الطريقة. أقوم بإزالة الأشياء التي لا أريدها، Navigation Buttons و Record Selector. لاحظوا الآن الأمور على ما يرام، ممتاز. الآن سوف أضيف زرين آخرين بهذا الشكل، هكذا، ليس هكذا، آسف، بهذا الشكل. أقوم بعمل ارتفاع واحد مثلا، ثلاثة هو كثير، اثنان، ممتاز. أكبر هذه قليلا، هنا فواتير المبيع، وهنا فواتير الشراء. ماذا لدينا أيضا؟ طبعا نحتاج إلى برمجة الأكواد أو هذه الأزرار لكي تفتح. نضع هنا عمود، أوكي. نضع هنا كم تقرير لدينا؟ 4 تقارير. مثلا 1 2 3 4. تقرير الزبائن، تقرير الموردين، تقرير فواتير المبيع، تقرير فواتير الشراء. نبرمج هذه الأزرار هنا الآن، Ctrl S للحفظ. فواتير المبيع، نذهب إلى Event، إما نعدل الماكرو أو نذهب إلى الـ VBA. نعدل الماكرو، فواتير المبيع FRM Sales، هذا هو. نحفظ، نغلق. فواتير الشراء، لاحظوا فواتير الشراء لا يوجد event، حتى لو كان لا مشكلة. نقوم بعمل حدث دو CMD، okay. لاحظوا هنا يقول لك الحدث الخاص بالزر Command 11، الحدث كليك الخاص به،
نقول له دو سي ام دي دوت اوبن فورم. ما اسم الفورم؟ لاحظوا معي الان اسمه اف ار ام بيور، اف ار ام بيور، ممتاز. تقرير الزبائن، تقرير الموردين، تقرير فواتير المبيع، تقرير فواتير الشراء. تقرير الزبائن اذهب الى الماكرو، لاحظوا ليس اوبن فورم، ليس اوبن فورم بل اوبن ريبورت، اقوم بحذفه من هنا واضافه امر جديد. لاحظوا هذه مجموعه الاوامر الخاصه بالماكرو، اقول له اوبن ريبورت، يقول لي ما اسم الريبورت، اختار ار كاستمر، هنا الزبائن على ما اعتقد، تمام. طريقة العرض أريدها print preview، print preview، وأجعلها dialog أو icon، أتركها normal طالما أنني حددتها أثناء إعداد التقرير. فعلا الزبائن، هذا تقرير الموردين، أقوم بالذهاب أيضا وحذف open form، أجعل أمر جديد open report R B viewer، تمام. report print review، حفظ، إغلاق.